طيب، حلقة جديدة وبرضه احنا لسه مستمرين في الاستيت مانجمنت. انا عامل الهوم هنا ايه؟ سبلاش سكرين. لو انا جيت افتح السبلاش سكرين، او قبل ما انا افتحها اصلا ممكن ان انا اجي كده على الرن هنا واعمل هوت ريستارت للابلكيشن واشوف ايه اللي ممكن يظهر قدامي. طيب دلوقتي اللي ظهر قدامي قال لي هنا ايه؟ ان انا بعمل انستانس من جيت ماتيريال كنترولر. ده ليه؟ عشان اعمل جيت ماتيريال اب، عشان اقدر ان انا اسويتش او اتنقل ما بين الصفحات، اروح من الصفحة الاولى للثانية كده يعني. وبعد كده عمل لها ايه؟ عملت لها انيشاليز. ماشي، روح كده للسبلاش سكرين شوف ايه اللي موجود فيها. ما فيهاش حاجه، فيها هنا ايه؟ الزرار اللي هو ممكن يوديني، او البطن اللي هو ممكن يوديني لصفحه اسمها كاونتر. تمام، ممكن ان انا افتح كاونتر كده وادوس هنا على البطن اللي يوديني للكاونتر اشوف ايه اللي حصل. انزل تحت كده اول حاجه عشان هي جيت دوت تو. لو انا رجعت لها كده جيت دوت تو، فعمل لي هنا جوينج تو راوت اللي هو ايه؟ اللي هو الكاونتر. يعني ما عملش جيت دوت اوف، يعني ما عملش ريموف او عمل ريبليس وحط الكاونتر، لا هو حطها فوقها. يعني انا قادر هنا ان انا ارجع كده، انت فاهم؟ ممكن ان انا ادخل تاني على الكاونتر كده شوف ايه اللي بيحصل. قال لك هنا ان انا رحت لي الكاونتر. بعد كده ممكن ان انا انزل في الاكواد، انزل شويه الاقي في هنا جيت بيلدر، الاقي فيه جيت بيلدر. طب الجيت بيلدر دي بتستمع لمين؟ بتستمع للهوم كنترولر. قال لك ان انا لما بستمع او لما بشوف الجيت بيلدر بتستمع لاي كنترولر، ابدا ان انا اكريت الكنترولر ده اللي هو الهوم كنترولر. تعالى كده افتح الهوم كنترولر ده. بعد كده بعمل له ايه؟ بعد كده ببدا ان انا اعمل له انيشاليز. ممكن ان انا انزل دي دلوقتي، خلاص احنا كده ايه؟ تمام. يبقى انا دلوقتي في التشايلد معايا هنا ايه؟ معايا جيت بيلدر. الجيت بيلدر ده فيه رو اللي هو الزرارين والتكست. تمام، عامل هنا برنت علشان اشوف دلوقتي ايه ازاي بيتعمل ريبيلد. افتح الران تاني. وقت ما انا بدوس او بستخدم اي حاجه ليها علاقه بالجيت بيلدر، الرو كله طبعا، اي حاجه هنا، الزرار اللي بيزود بيبدا هنا كلمه ريبيلد تظهر، الزرار اللي بيعمل ريموف كلمه ريبيلد بتبدا انها تظهر. طب ايه اللي بيحصل؟ عايز افهم ايه اللي بيحصل. اول حاجه الجيت بيلدر دي بتستمع لمين؟ للهوم كنترولر. لو انا دوست على الزرار ده او الزرار ده اللي هو اللي بينقص او اللي بيزود، المفروض ان هو ايه؟ بيروح للهوم كنترولر. طب ايه اللي بيحصل؟ الزرار بتاع الانكريمنت ده فيه ابديت، والزرار بتاع الديكريمنت ده فيه ايه؟ فيه ابديت. قال لك كده بتعمل ابديت، يبقى انا اروح لاي حته فيها جيت بيلدر. تمام، من الابديت للجيت بيلدر بس بتستمع للكنترولر بتاع ده اللي هو الهوم كنترول، وابدا ان انا اعمل لها ايه؟ وابدا ان انا اعمل لها ريبيلد. يبقى انت لو جيت هنا عملت لي كنترولر دوت انكريمنت، بعمل ايه؟ ببدا ان انا اروح اشوف الكنترولر ده بيستمع لمين؟ بيستمع للهوم كنترولر. تمام، في هنا ابديت، اي جيت بيلدر هعمل لها ريبيلد. فابدا ان انا ايه؟ اكليك هنا ازود، عامل ريبيلد. اكليك هنا مثلا، عامل ريبيلد. ابدا ان انا ازود كده، عامل ريبيلد. تمام، بيبدا ان هو ايه؟ يعمل ريبيلد كذا مره. ممكن ان انا اعدلها مثلا عشان تبقى واضحه، مثلا اكتب كلمه شريف. تمام، فاول حاجه ظهر هنا شريف. ليه؟ ان انا جيت شفت لقيت في هنا جيت بيلدر، ابدا ان انا اروح واجي، فاهم؟ طب لو انا زودت، انزل تحت الاقي هنا في شريف. لو انا زودت اكتر الاقي شريف. ممكن ان انا انزل كده الاقيها ظاهره هنا. نفس الكلام برضو لو انا عملت ايه؟ لو انا عملت ريموف مثلا، او عايز انزل بالرقم لتحت. فدي الطريقه اللي بيتعمل بيها ريبيلد لايه؟ للجيت بيلدر.